السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوان ديالنا نهاركم مبروك، كلشي بخير، كلشي مزيان، كنتمنى من الله تكونوا كامل على خير وبخير وبصحه جيده رب العالمين. كنشكر جميع الناس اللي كيتابعونا داخل الوطن وخارج الوطن، كنشكر الناس الجاليه بزاف بزاف، كامل الثقه ديالهم فينا كيعطيونا الحاجه ديالهم، كنتمنى من الله ربي عليه حشمنا معاهم. اي واحد عمل فينا الثقه ديالو كنتمنى من الله ما تحشموش معاه. اي بروجي بدينا فيه الحمد لله حنا كنسالوا مع اي واحد، كنسالوا معاه على خير وبخير، وهذا الشيء اللي كاين. الاخوان ديالنا نعطيكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله يا ربي، اللي هو هذا البروجي هذا لواحد السيد، واحد من المتابعين ديالنا الاوفياء، كنشكرهم هذا المنبر هذا، كنتمنوا من الله ربي عليه يحشمنا معاه. دائما كنقولها لكم وابدا، هذا اللي كان الاخوان ديالنا. نعطيكم بعض التفاصيل ديال هذا الفيديو هذا على الشرح كيفاش تراساج ديال القطع الارضيه، كيفاش تراسي الارض ديالك وتخرج بدون مشاكل، وهذا الشيء اللي كان كنتمنوا من الله الصحه والسلامه. خليكم تتابعوا معنا الفيديو، نعطيكم بعض الشرح وبعض التفاصيل ديال هذه القطعه هذه شنو فيها. هذه القطعه هذه فيها 100 المتر 10 على 10، كتجي في طنجه اللي هي في جهه بشاره بالضبط، شحال الناس ما يعرفوهاش، ولكن كاين بعض الناس اللي كيعرفوها. هذه الزئه جديده، حنا كثاني ناس اللي بدينا فيها. بعض القطعه الاوليه هي هذه قبلتنا، قطعه الارض الاوليه هي هذه، اول واحد بدا فيها، حنا كنا نسبقوهم صراحه، ولكن مع المكاتب هما بداو حفروا قبل منا. حنا الثانيين ديال هاد الزئه هادي، كنتمنوا من الله جميع الناس اللي غيسكنوا هنا كيدخل عليهم ربي بالصحه والهنا والسعاده. هذا الشيء اللي كنتمنوا من الله الاخواننا كاملين. خليكم تتابعوا معنا، حنا نعطيكم بعض الشرح ديال هاد القطعه هادي قلنا لكم. تابعوا معنا القطعه اللي كتجي فيها 10 على 10 100 المتر، فيها اي بلس دو زائد واحد النص فوق او الرتري. تابعوا معنا، حنا كالتراساج ديالنا هو هذا. قرب معنا، قرب معنا هنا. التراساج ديالنا البيكس هما هادو اللي عطاونا توبوغراف، كنمشيو عليهم. هربنا واحد 50 او 60 سنتيم على برا. تراسينا بالنسبة للقبص هو قبلتكم. الحمد لله طاحت شوية الشتا، كنا غنبداو البارح ما كتبش، بدينا هاد النهار هذا. دابا غادي البكرة تبدا تحفر. حنا نشتركوها معكم إن شاء الله. بالنسبة للتراساج هو هذا. تابعوا معنا. هنا عندنا البيكس. اللي عطاونا توبوغراف، حنا كنخرجوا العبارات ديالنا باش واخا نحفروا نزنبوا بعض المشاكل، كنخرجوا بواحد جوج المترو. انتو ما بغيتي جميعتو جوج متر ونص ولا ثلاثة اللي بغيتي، كنخرجوا العبارات ديالنا على برا شيعة كاملين. خرجنا لهنا، خرجنا بيكي اخرى هو هنا. نعطيكم بعض المعلومات للناس اللي يسبق لهم اول مرة غيتراسي وما عمرهم تراساو، الا هما لجميع الناس اللي عندهم شي بروجي مثلا سبق له ما خدمش في هذا الدومين هذا، يلا واخا تكون الارض ديالك تقدر تراسيها بيدك. كما قلنا لكم هذه عندنا التراساج هو هذا بالقبص، هو في الارض. قرب معنا باش نعطيهم مزيان. البيكي الثاني هو هذا، عاود خرجناه بحالته لهنا، خرجناه لهنا باش كنحفروا، واخا نحفروا لداخل ما عندناش مشكل، سهلة نبغيو نرجعو يجينا ساهل هاد الشيء. عندنا واحد اخر عاود هنا، هنا العبارات الدخلة اللي ولينا عطينا الطوبوغراف كنمشيو عليهم، كنطلقو الخيط الشيعة ديالنا هنا وكنخرجوهم برا باش مي كنحفرو كنرجعو العبار كيجينا هو هذاك، واخا يجي اي واحد منجبروش شي مشاكل. كان مع جميع الناس اللي الحمد لله كنخدمو معاهم، عمرنا طحنا في شي مشكل، زدتي فيا ولا خليتي لي ما كايناش. بالنسبة للتراساج هو هذاك، نعطيكم جميع الاتجاهات. ما قلنا لكم كنخرجوا على الارض واحد 50 او 60 او تقدر تخرج 100 متر ولا بغيتي. بالنسبه للحفير باش ملي كتبغي تخدم الكوفاج ديالك كتبر على من تخدم. عندنا هنا التراساج ديالنا جا لنا هنا، ها هو فين مرشو. الجهه ما خرجناش ولكن عندنا تراسي مزيان. المهم الحمد لله الاخوان ديالنا خليكم تتابعوا معنا، حنا ملي غادي التراكس او البوكلان غتحفر معنا هنايا، غنعطيكم بعض المعلومات تاعي ونكمل معكم الفيديو، وتابعوا معنا. الاخوة ديالنا بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دابا في البداية ان شاء الله يا ربي غادينا نحفروا القطعة ديالنا اللي غنقراطيوها كاملة. دابا غنعطيكم المعلومات ديالها، خليكم تتابعوا معنا. جات بوكلان، جات البوكلان ديالها هنايا كاملة، غنقصوا واحد شوية الدرجة ديال الاتساع. هذا الفترة ديالنا اللي هنايا، وغادي نرجعوه
نعم. الاخوان ديالنا كما تبعتوا معنا الحمد لله سالا الحفار ديالنا هنايا، الامور كامله دازت في سلام، اتساع موجود الحمد لله، حفرنا القطعه ديالنا كامله كما كتبعنا، حفرنا متر وعشرين مع الباس ديال متر ونص حسب النيفو العام ديال الحشيش، وصلنا للمرسوم مزيان، الاسم تاعنا ما كاينش واحد الشيء باش نعمل لها بري، هادشي كامل تكون تعريف ودير واحد الشيكه. ذلك الى الاخوان ديالنا حنا نعطيكم جميع التفاصيل ديال الركبه تبعوا معنا سيكي تبعونا دائما تبعوا معنا ولا عندكم شي حاجه مرحبا بي الخدمه ديال ولا عندكم شي حاجه خدمه نخدموها الاول اللي ما خدمناش معاه ماشي مشكل يا سي استشاره جميع الناس اللي تواصلوا معنا نقول لكم شنو ظاهر سيكي تواصلوا معنا من داخل الوطن وخارج الوطن نشكرهم جميعا اي واحد عمل الثقه ديالو فينا كنشكرو انتم الاخوان ديالنا ما كنساوش يشاركوا معنا ودعمونا دعم المشاركين والمشاهدين اللي في المغرب ولا خارج المغرب الحمد لله عندها اصدقاء بزاف بزاف خارج المغرب دعم المشاركة جميع القارات كلنا راه كنسمعوا الثقة ديالهم فينا ويسولونا كنشكرهم جميعا تعاونوا باللايكات وكنتمنى من الله اي واحد خاش الفيديو عمل واحد اللايك ما فيها باس على اللايك خلينا واحد التعليق والحمد لله باش حنا كنزيدو نزعمو كنزيدو نديرو الفيديو كنجتهدو الفيديو كاش مكنش براسك شي القناة ما كتفعلش مزيان وهادي كتكون الفيديو طايح بزاف بزاف صراحة الفيديو طايحين بزاف ومكيطلعوش مزيان نتمنى من الله الخير هذا اللي كاين شوية مورا شوية اي حاجة خص غير الصبر نقطة كيحنا الواد حنا تابعين الحمد لله ما غاديش نوقفو هاد المسيرة هادي نتابعو معكم دائما ونقدمو لكم الجديد هادشي اللي كاين الاخوان ديالنا هاد القطعة هي هادي حنا حفرناها سليناها ان شاء الله يا ربي غنعاودو نترسمو السميلات ديالنا نعطيكم جميع التفاصيل داكشي اللي في البلاغ نطبقو ان شاء الله تهلاو لي فراسكم وكنشكركم جميعا الله يحفظكم اللايكات خلينا اللايكات يلاه